السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وغادي نتكلموا على حافظ الراجي وين يرد بقوة على هذا جمال الماضي في مواجهة النيجر. عنده الحق سبحان الله، كان يعرف التاريخ تاع البورة الجزائرية تبانوا بلي هذا ما راش عارف، المدرب ما راش عارف، ولا راهم كاذبين عليه، ولا عاطينا ارقام يعني غلط. يعني راك نقول بلي انا دار اهانه لكره القدم الجزائريه. انا نهار اللي هدرها ما امنت، قلت انا بلاك يهدر على كارتيات، بلاك يهدر علاش على داما، ولا يهدر في البوكس. في البوكس في البوكس عندنا تاريخ، في الشطرنج كاين تاريخ، في كرة اليد كاين تاريخ، كرة السلة يروح المفارق يخبروه تاريخ تاع كرة السلة، باسكيت وقيله هذيك تاع هاكا وقيله اللي يجي فيها الشبكة الفوق هذيك، هذيك وقيله في مفارق فور فيها، كاين رجالة في العدو كاين، وكرة قدم كاين. أو غادي إلا تجي نتايا تبي تعطينا تاريخ جديد، بغيت تدير لنا تاريخ، بغيت تكتب لنا تاريخ جديد. علي كتبة ما بغيت تكتبة مع ذري صغار كيما واحد قال لي انت وين، انت يا ودي انا قلت له انت وين، انت قال لي انا 2015، قال لي 2014، قال لي كنت صغير، كان عندي وقيلا ست سنين تما تريكو، انا تما تريكو هذا تريكو هذا، تعرف تريكو هذا تريكو هذا تاع في غولي هذا نجمه واحده برك. هيا روحوا تفرجوا في تريكو، تفرجوا 2015 تعرفوا التريكو تاعي فري. هذا الناس اللي تبعوني في لي فيديو هذا راه عندي من 2015 سي محمد، هذا فري فري ما حال ما والو فري. هذا تريكو كبير علي، جاي تناقشني تقول لي انت يا عدو منتخب وطني، قلت له عادي قلنا لكم جيبوا اللعابة عدو، حنا ما نقدسوش، حنايا انتوما حنا ما مشيناش معكم، ما نقدسوش ناس. انا ما نقولكش بلي راكم ضد مدرب، ولا نفرح كي تربح ليك الناسيونال على جا المدرب، بالله انا نفرح. انا البارح فرحت دو مليحه تروا بوا، نبقاو مريحين 9 نقاط الاخرين. وفريق ما ننساوش عادل عمروش خويا وحبيبي، راه ربح، راه عنده 4 نقط، كان عنده 3 وميجا 7 نقطة، 4 راه دوزيام ان شاء الله بربي كاليفي ويلعب كوب دافريك، خاطش فيها رضا عاصمي، فيها الاخر بو علي هذاك، فيها تاع النهدي يا ربي راح لي اسمه، فانيك محلل مليح، هو كان يجي يعني عنده في راسه لاعب في الاحتراف ومدرب يعني متمكن. انا ني تنزانيا ما عندهاش مساكين، بصح كون جات عندها والله العظيم لا يديروا. انا نقول لك وين حافظ الراجي يرد بقوه على جمام الماضي بعد تصريحات، يعني تصريحات واللعابة والخطة بزاف صوالح، الناس تعرف بلي نيجر غبناتك نيجر، والله العظيم نيجر غبناتك. أنا أقول لك سي جراب، أنا اللي قلها تشخيص، أنا اللي قلها تشخيص سي معاذ، نيجر غبناتك صاحبي. ورد المعلق قنوات بي سبور حافظ الراجي بقوة على التصريحات التي أدلى بها الناخب الوطني جمال الماضي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة النيجر، واستغل الإعلامي حافظ الراجي المباراة التصفوية والتي علق عليها من أجل الرد على بعض الحقائق. وقال حافظ الراجي بأن هناك أرمادة من لاعبين سبق لهم وأن قاموا بتفضيل المنتخب الجزائري على فرنسا في الوقت من الأوقات. وأضاف بالماضي قائلا بأن كل من نصر الدين كراوش، وأضاف يعني قائلا بأن كل من نصر الدين كراوش ورياض بودبوز ونبيل بن طالب سبق لهم، قلت لك بالماضي حافظ الراجي وقال لهم قائلا بأن كل من نصر الدين كراوش رياض بودبوز نبيل بن طالب سبق لهم أن رفضوا دعوة المنتخب الجزائري أقل من 23 سنة عكس ما أثير في مؤتمر الصحفي الذي نشطه الناخب الوطني جمال بالماضي. وكان الناخب بالماضي قد لمح في الوقت من الأوقات إلى أنه المرة الأولى التي يقوم فيها مزدوجي الجنسية باختيار المنتخب الجزائري على حساب فرنسا من فئة أقل من 23 سنة. وين نبيل بن طالب، شوف أنا راني
اسمحوا لي. نصر الدين ماشي رفضوا المنتخب الوطني لفئات اقل من 3، لا رفضوا ويقبلوا رفضوا دعوه المنتخب الفرنسي وقبلوا دعوه المنتخب الجزائري. واحد نصر الدين كراوش ورياض بودبوز نبيل بن طالب هادو ما رفضوش الجزائر، مي كان عندهم اقل من 23 سنه جاو يلعبوا الجزائر. تغلط روحك يا سي بالماضي. وتبعد الراجل كلامه قائلا التحاق لاعبين جدد من مزدوجي الجنسيه بالمنتخب لا يعني بانهم متميزون كلهم، ومع مرور الوقت سيتضح من هو قادر على حمل قميص المنتخب الجزائري. هاو لازم صاحب زين. ورد المعلق قناة القطرية بطريقة غير مباشرة على الناخب على المشرف بعد مهمة صعبة التي لقيها المنتخب الجزائري أمام نيجر في ملعب يعني براقي. وقال دراجي في هذا الصدد: الآن ينبغي علينا التركيز على العمل الفني وتصليح ما يمكن إصلاحه في صفوف المنتخب الجزائري بدل من الدخول في نزاعات هامشية لا جدوى منها. بصح تاع المنتخب وليت على بالك وليت تدخل وليت تعاير وليت على بالك اللي شغل تحوس له الشعب الجزائري منه. بصح ما تخرجاتكش هذه، ما تخرجاتش داخل ودخل في امور لا تعنيك، زيد في هذيك لا امور لا تعنيك. ايش دخلك تهدر على راخر وتهدر وتجيب على فلان وتجيب يا ودي لها مع لها مع روحك، كل هيت مع روحك مع بلوتك مع التدريب تاعك بزاف عليك. هذاك هو وليت داخل في امور لا ما كاش كاع كاش همالك يا صاحبي. ها انتوما ها منا ها رامي حفلولي يا ودي شكون يحفل لك؟ مازال شو مازال ما تلمو نقول على بالك انا نقولها لك تلمو مازالوا الناس عندنا واحد الصور يعني الناس مازال دور بيك، الناس مازال دور بيك. هذه هي احنا المهم وين تشوف كيفاش وين تشوف الله غالب. ما غاديش تهدر ما تهدرش بالله سوف يعني نقولها لكم ونعاود لو بقي هذا المدرب مشرف على المنتخب الوطني سوف نذل مجددا من كامل افريقيا. وعقلوا عليها بلاش راني نقول عقلوا عليها مليح 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 والله العظيم لا شفنا الذل على الذل. دي بابا على بالك ولينا قايسو النيجر، تولينا قايسو النيجر لأن الجماهير الجزائرية وين ألقت وترمي زجاجات مياه على الملعب النيجر يعني على اللعاب تاع النيجر أثناء تسجيل سجودهم. يعني لا عيب فهذيك عيب، هذه نورمالمون خاطر انا بلينا الناس دخلوا لينا من عيب يا صاحبي. تعيط قايسوا اللعاب قايسوا من وين تقايش تقايش هي قايشة كاينين كاميرا تولي دخلوكم الحبس الناس تدي 6 ملايين واحد يدي 7 ملايين واحد يدي والله ما نهدر هكا. انا نقول لكم اليوم كاينين تكتلات وامور لا تبشر بالخير داخل بيت المنتخب الوطني. انا نقول لكم وتقادر تجي تسيبوا نقول لكم تكتلات وامور لا تبشر بالخير داخل بيت الخضر. انا نقول لكم ودين الشيطان يا صاحبي روحوا عاودوا قايدكم روحوا. انا نقول لكم روحوا عاودوا قايدكم روحوا. ان الحقيقه وين صبحت الحقيقه تضر. انا على بالنا بلي الحقيقه تضر بصح على هذا وقت الحق لازم الناس تهدر صاحبي لازم تهدر. انا يعجبني انا والله على انستغرام على اكسس الله يعطيه الصحه اكسس مصطفى مازا رفيق وعيد حسين جناد رضا عباس بالشيخ نور والو والو. هذه هي الحقيقه. يعجبني واحد كيما هكا بغا من الموند كامل ضده هو خارج ضد. هذه هي هذه فيتو هذه باش هذه للجزائر لازم نهضروا من الجزائر وفقط. هذه هي سعيد حافظ الدراجي ربي يحفظك خويا وصحابته لكم تربحوا. ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو وان شاء الله بربي دائما معكم جديد. واللي مشي ابوني معنا وربي يحفظكم خاوتي وسعيدو صح.